عسلامة ومرحبا بمشتركي سبورانات. اليوم باش نقوموا بإنجاز نموذج آخر من درس وصف مشهد يغلب عليه السكون. باش نقرأ النص متاعنا ونحاولوا أنه احنا نجاوبوا على الأسئلة المرافقة باش نفهموا أكثر كيفية وصف مشهد يغلب عليه السكون. سكن الليل ورقدت الحياة في مدينة الشمس، وأطفئت السروج في المنازل المنتثرة، وحول الهياكل والمعابد العظيمة القائمة بين أشجار الزيتون والغار. وطلع القمر فانسكبت أشعته على بياض الأعمدة الرخامية المنتصبة كالجبابرة، وهي تنظر تيها وإعجابا نحو البروج الجالسة في الوعر على جبهات الرواب البعيدة. النص لجبران خليل جبران من عرائس المروج. احنا تو باش نقراو السؤال او المرافق لهذا النص باش نعرفوا ونتعرفوا اكثر على كيفية وصف مشهد يغلب عليه السكون. شنو نقول لنا السؤال؟ أعمر المخطط التالي بما ينقص. أعيد، أعمر المخطط التالي بما ينقص. الموصوف العام هو مدينة الشمس، نعم، خاطر لهنا قال سكن الليل ورقدت الحياة في مدينة الشمس. احنا عنا نحن نوصف توا في مدينة الشمس، عنا لهنا الزمان باش نحطوه وقتاش، عنا الليل باش نحطوه باش وصفوا الصفات نتاعو، هذا يتسمى الموصوف وهذه الصفات، عنا الحياة في مدينة الشمس، عنا أطفئتي، وعنا طلع، عنا أشعة الشمس. احنا توا باش نشوفوا الموصوفات هذه كيفاش الصفات نتاعها ونحاول نستخرجها من النص. باش نبداو مرة الأولى بالزمان. زمان شنو هو في النص؟ قال سكن الليل ورقدت الحياة في مدينة الشمس، معناتها سكن الليل ورقدت الحياة، معناتها هذا يدل أنه الزمان متاعنا هو الليل. أحسنتم، ولذلك أنا باش نكتب الزمان هو الليل، عندي لهنا الليل. ما ننساوش ديما نذكركم أنه الشكل إجباري في مادة الإنتاج الكتابي. احنا عنا تو الموصوف هو الليل، بماذا وصف الكاتب الليل؟ ماذا قال؟ سكن الليل، وصفه بالسكون، لذلك انا باش نكتب سكن، وصف الليل بالسكون، سكن. عنا الحياة في مدينة الشمس، بماذا وصف الحياة بمدينة الشمس او بماذا ارتبطت؟ قال ورقدت الحياة في مدينة الشمس، هنا رقدت، ما زالت عنا أطفئتي، بماذا ومعتها ربطت كلمة أطفئتي؟ شنو اللي هو طفاها في الـ في الـ في, الـ في النص؟ انا قد نخليكم في فتره باش انتم تخموا وتفكروا اكثر. نعم، اللي هي السروج، هنا نكتب السروج، السروج. انا لهنا طلع، من الذي طلع في المنازل المنتثره وحول الهياكل والمعابد العظيمه القائمه بين اشجار الزيتون والغار. وطلع القمر، عنا لهنا القمر، بعد عنا أشعة الشمس. نكمل أنا، فانسكبت أشعته على بياض الأعمدة الرخامية، أي ما معنى ذلك؟ انسكبت أشعته على بياض الأعمدة الرخامية ساحيت، معناتها احنا باش نكتبوا انسكبت على بياض الأعمدة، قدر قالك انسكبت أشعته اللي هي أشعة الشمس، انسكبت على بياض الأعمدة الرخامية المنتصبة كالجبابرة. لهنا باش نكتبوا انسكبت على بياض الأعمدة،
انسكبت على بياض الأعمدة. هكا نكونوا احنا كملنا التمرين هذايا وكملنا النواقص اللي موجودة في هذا المخطط. باش ننتقل من بعد للسؤال الموالي، شنو قال لنا؟ أحول الأفعال المسطرة إلى أوصاف وأعيد كتابة النص مغيرا ما يجب تغييره مبتدئا هكذا: الليل ساكن. احنا عنا النص هذايا فيه كلمات مسطرة، باش نحاولوا انه نحنا نبدلوا الكلمات هذه بأوصاف، مع عدم اللي كانت أفعال كما مثلا هنا سكن الليل، سكن هو فعل، احنا الأفعال هذه باش نبدلوها بموصوفات أو أوصاف باش نبدل ما يجب تغييره، باش يولي عنا النص وصفي فيه باش نوصفه حاجة ساكنة، مشهد ساكن باش نوصفه، مدينة في الليل، مدينة الشمس باش نوصفها في الليل أكيد باش يكون فيها الجو ساكن، باش نشوفوا كيفاش يتبدل الفاعل من الفاعل حتى إلى ما إلى وصف، وهكيكا باش نشوفوا الحاجات اللي باش تتبدل مع بعضها. كما قاعدين نشوفوا الكلمات أنا وضحتهم أكثر للمسطرة، عنا سكن وهي أفعال، سكن، رقدت، أطفئت، طلع، انسكبت، هذه الأفعال هذه أنا باش نبدلها إلى أوصاف كما عطانا هو من الأول، وقال الليل ساكن، سكن الليل، الليل ساكن، ورقدت الحياة، كيفاش باش نبدلوها؟ والحياة ما بها الحياة راقدة، معناتها الليل ساكن والحياة راقدة في مدينة الشمس. و بطبيعة الحال باش نحط هذايا الموصوف هو الأول، ومن بعد باش نبدل الفعل إلى صفة، والسروج مطفأة، نعم في المنازل المنتثرة، وهكذا أنا باش نكمل النص متاعي بتحويل الأفعال إلى أوصاف. أنا كتبت النص، خلينا نشوفوا كيفاش باش تبدل الأفعال. الليل ساكن، هذا ساكن كان سكن ولا ساكن، والحياة راقدة من كان رقدت ولت راقدة، في مدينة الشمس، والسروج مطفأة من كانت أطفئت، السروج ولت مطفأة، في المنازل المنتثرة حول الهياكل والمعابد العظيمة القائمة بين أشجار الزيتون والغار، والقمر طالع. وهنا عنا وطلع القمر، كي نبدلوها لصفة يولي نعم، والقمر طالع، الفعل تبدل، أشعته منسكبة على بياض الأعمدة المنتصبة، احنا لهنا شوش كتبنا فانسكبت، لهنا فانسكبت أشعته، لهنا باش نبطبيع الحال باش نبدلوا الموصوف، أشعته منسكبة، إذا انسكب ولا منسكبة، على بياض الأعمدة المنتصبة كالجبابرة وهي تنظر تيها وإعجابا نحو البروج الجالسة في الوعر على جبهات الرواب البعيدة. هكا احنا نكونوا فهمنا كيفاش نبدلوا الفعل إلى أوصاف كما قالنا السؤال، كل فعل كان سكن ساكن، رقدت راقدة، أطفئت مطفأة، طلع طالع، انسكبت منسكبة، معناتها توا تنجموا تبدلوا اي فعل من اللي كان نص سردي تبدلوه الى نص وصفي بتبديل الافعال الى اوصاف. هكا يكون معناتها التمرين واضح. باش ننتقلوا للتمرين الموالي اللي هو شنو يقول لنا، باش نقراه بطبيعة الحال. النص: وصف الكاتب في النص التالي مكانا استحوذ على كل اعجابه. باش نقراو احنا النص ومن بعد نشوفوا الأسئلة المرافقة لهذا النص. إنها لبقعة لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر المربع، وهي صغيرة الشأن في نظر أهل الجوار، لأنها قليلة التراب كثيرة الصخر وعرة المسالك،
ولكنها كبيرة الشأن في نظري، لأنها لم يغزها العمران حتى اليوم، برغم أنها تتصل بتخوم ضيعتي إلى الشرق. ولعل قيمتها الكبرى عندي تكمن في عزلتها وفي الصخور الشاهقة الباهقة عجيبة التكوين والهندسة. وهذه الصخور تطل على واد عميق رهيب، بحيث لو استطعت أن تنظر إلى أسفل الوادي لبدا لك الكبش في حجم الديك والديك بحجم العصفور. هذا النص لي ميخائيل نعيمة، هوامش العصفور. إلا السؤال الأول شنو باش يقول لنا؟ أحاول محاكاة هذا النص بمناسبة وجودي بهذا المكان والمعلم الشهير بضحية سيدي أبي سعيد. معناتها نقول وحنا سيدي أبو سعيد. أتأمل المشهد، هذه المقهى العالية بضحية تونس الشمالية وتحديدا بمرتفع سيدي أبو سعيد اللي هو اسمه أصلا سيدي أبي سعيد الباجي، هذاك علاش هو سماوها سيدي أبو سعيد. به احنا هذه كما قاعدين تشوفوا التصويره نتاع القهوه العاليه، اكيد الناس كلها تعرفها، موجوده في سيدي بوسعيد في تونس. احنا تو باش نحاولوا محاكاه هذا النص، النص اللي كنا قاعدين نشوفوه لميخائيل نعيمه، باش نحاولوا نحاكيوا النص بمناسبه وجودي بهذا المكان والمعلم الشهير. كما قالنا الاسوال، كما أطفالي شفنا أنه الكاتب ميخائيل نعيمة لهنا قام بوصف معتها بلاصة هي عزيز عليه برشا، وقام بوصف ما يخصها كل وشنية المزايا متاحة. احنا زادا عنا سيدي بوسعي وعطاك التصويرة لهنا من القهوة العالية، باش احنا نقومو هو علاش معناتها قالك محاكاة النص، باش نقومو احنا زادا بانو نرجع على النص هذايا بانو نوصفو المكان هذايا التونسي اللي يخصنا، باش نحكيو عليه، باش نوصفوه، باش نحكيو اهميته، اهمية المعالم نتاعو، وشنو الحاجة الخاصة اللي هي كانت موجودة فيه. انا حضرت نموذج، انتوما اكيد باش تاخذوا من النموذج هذايا شوية وتنجموا تعملوا ما خير منه وما احسن منه، باش نحاولوا نقراو النموذج كيفية وصف او معناتها الرد على نص ميخائيل نعيمة بنص يوصف مدينة سيدي بوسعيد. باش نقراو توا. انها لبلدة ساحرة وبقعة رائعة، وهي صغيرة المساحة محافظة على أصالتها لأنها لم تخضع لغزو الحضارة والمعاصرة وتتخلى عن هويتها، ولكنها ظلت دوما فاتحة ذراعيها لاستقبال ضيوفها من الأجانب ومن أهل البلد. احنا نعرفوا كون أنه سيدي بوسعيد هي بلاصة عتيقة مازالت محافظة على الطابع التونسي متاحها، معناتها ويجيوها الأجانب من البلايص الكل، حتى التوانسة زادة يمشيوا يزوروا البلاصة هذيك وفيها مناظر خلابة برشا لأنها بلاصة عالية وتطل على البحر. خلينا نكملوا الوصف متاع البلدة متاعنا. ولعل قيمتها الكبرى تكمن في موقعها العالي المطل على البحر المتوسط. كما كنت نحكيك متوا هي بلاصة عالية، كي ندورو في سيدي بوسعيد نشوفو البحر اللوطة، معناتها هي الفوق والبحر اللوطة. وبساطة معمارها، الديار كلها نشوفو فيها ان هي بسيطة، مانيش باش نلقاو كيما الديار والبهرجة اللي موجودة في الديار الاخرين. وتمسكها باللونين الابيض والازرق، قاعدين نشوفو انه سيدي بوسعيد فيها ديارها كل بيضة وزرقة، شبابيكها كل بيض وزرق، معناتها ما فماش الالوان الاخرى، باش تبدا ديما محافظة على العراقة والاصل التونسي. اللذين يزيدان المشهد اشراقا وبهجة مع زرقة السماء والبحر وخضرة الجنان المحيطة به. هكا احنا وصفنا البلدة متاعنا اللي هي سيدي بوسعيد كما طلب منا في السؤال، باش نرجعوا على وصف ميخائيل نعيمة للبقعة اللي هو حكى عليها. وهكا أطفالي نكونوا احنا كملنا درس اليوم اللي هو يحكي على وصف مشهد يغلب عليه السكون، وزيدا قمنا بتحرير
معناتها تحرير فقرة اللي هي فيها وصف لبلدة تخصنا وتخص معناتها المدينة متاعنا. إلى اللقاء، ونقابلوا في التمارين الموالية.